حبايبي الحلوين، صباح الخير، برحب بيكم وحدوتة جديدة. النهاردة الموضوع بتاعنا عن المسؤولية. ان انا اشعر بالمسؤولية تجاه كل حاجة حواليا ده شيء رائع جدا، وان انا احس انه لما اخش جنينة او بستان ان انا مسؤول اخلي كل المكان نظيف انا وكل اصحابي اللي موجودين، ده شعور حلو جدا وتصرف رائع قوي ما بيعملهوش غير الشخص الولد والبنت الكويسين جدا. اما الاولاد التانيين بيقولوا انا مالي، انا ارمي، انا اكل، انا اشرب، انا اعمل اللي انا عايزه واسيب الدنيا زي ما هي. لكن الاولاد الكويسين دايما بيشعروا بايه؟ بالمسؤولية. تعالوا نسمع الحدوتة. النهاردة يا ولاد هنحكي حكاية ولد صغير فقير جدا. الولد ده كان واقف قدام الفاترينة بتاعة الجزم، محل كبير وبيبيع جزم أشكال وألوان. الولد يعيني واقف قدام الفاترينة بردان جدا وبيترعش من البرد، وحافي مفيش أي حاجة في رجليه، ولا شراب ولا شوز ولا أي حاجة. والولد قاعد يعيني بيتفرج على الجزم وبيتمنى أنه يلبس أي حاجة تحميه من البرد ده. وبعدين عدت واحدة ست ومعها ابنها، وكان عمال يتفرج على الجزم، هاتيلي دي يا ماما، أنا عاوز دي يا ماما، شوفي ده يا ماما. بس الست لاحظت إن الولد الصغير ده واقف بيتفرج على الفاترينة والدموع مالية عينيه، فراحت قربت من الولد وقالت له مالك يا حبيبي، في إيه؟ لا أصل أنا بردان وبترعش وأنا فقير جدا وبردان ونفسي جدا في جزمة تحمي رجلي، بس مش هقدر أجيبها، أنا ما عنديش فلوس. فالست صعبت عليه جدا، فقالت له طب تعال تعال ندخل جوه. وأول ما دخلوا جوه المحل، راحت الست عملت إيه؟ طلبت من الراجل اللي بيشتغل جوه المحل، قالت له ممكن بفضلك تجيب لي طبق فيه مية دافية وفوطة؟ لا طبعا. واخدت الولد الصغير ده في ركن من المحل وغسلت رجليه ونظفتها كويس جدا ونشفتها كويس قوي، واشترت له شراب تقيل كده ودافي، واشترت له شوز، وقالت له هاي يا حبيبي عامل ايه دلوقتي، خلاص اتدفيت ولا لسه بردان؟ قال لها لا يا طنط، انا كده حلو قوي وانا بشكرك جدا، وكان مبسوط جدا. قالت له لون الشوز حلو؟ قال لها اه. قالت له والمقاس كويس وعجبك وانت مبسوط؟ قال لها اه. قالت له طيب اكيد انت كده مرتاح اكتر. واخدت ابنها وكانوا خارجين من المحل، لكن الولد الصغير مسكها قال لها يا طنط يا طنط. قالت له ايه يا حبيبي؟ قال لها هو انت مرات ربنا؟ فالست استغربت كده وقالت له ايه ده، ايه اللي خلاك تقول كده، ربنا ما عندوش مرات؟ قال لها اصل انا عارف ان ربنا هو المسؤول عننا كلنا، وربنا هو المسؤول ان يخلينا مبسوطين وفرحانين، وان احنا الناس الفقراء اللي ملناش اي حد، ربنا هو المسؤول انه يسدد كل احتياجنا، وعشان ربنا ده اكيد راجل، فانا توقعت ان انت مراته. فالست اخدته في حضنها وقعدت تطبطب عليه وتقول له لا يا حبيبي، ربنا ملهوش مرات، انما ربنا بيحبنا بيعتني بينا كلنا. فالولد بص لها كده وقال لها ايه، كل ملك كبير ليه زوجة ملكة، فأكيد أنتي الملكة العظيمة اللي بتعتني بالناس الفقراء. الست دي يا ولاد أخدت الولد في حضنها وقعدت تطبطب عليه وقعدت تقول له ما تقلقش، ربنا فعلا مسؤول أنه يسدد احتياجاتنا كلنا، وعلشان ربنا بيحبنا إحنا كمان لازم نكون منحب بعض، وإحنا كلنا مسؤولين عن بعض. يا ولاد في اليوم دوت الولد كان مستغرب جدا، معقولة ممكن حد يسدد احتياجه بالطريقة الجميلة دي؟ بس تعرفوا الست دي رغم أن الولد ده مش ابنها، ورغم ان هي مش مسؤولة عنه، هي مسؤولة بس عن ابنها اللي هي كانت نازلة تشتري له شوز جديد، لكن هي شعرت بالمسؤولية تجاه الولد ده. ما قالتش انا مالي، ده مش ابني، ده مش بتاعي، انا مش مسؤولة ان انا اسدد احتياجه، لكن طالما كان في قدرتها ان هي تعمل الخير ما ترددتش ابدا. يا أولاد الكتاب المقدس بيعلمنا في رسالة يعقوب وأصحاح 4 عدد 17 بيقول فمن يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطية له. الكلام ده معناه إيه؟
معناه انه انا مش عايش لوحدي في العالم ده، انا عايش مع ناس تانية كتير. انا مش مسؤول بس عن نفسي، لكن انا مسؤول عن الاخرين كمان. كل شخص ربنا بيحطه قدامي يبقى انا مسؤول بطريقة ما عن الشخص ده. لو ربنا حط قدامي حد جعان قوي وانا معايا 2 ساندوتش، يبقى انا مسؤولة ان انا اسدد احتياجه، مسؤولة ان انا اديله 1. يعني انا مش مسؤولة بس على نفسي. صحيح انا ممكن اكون مطلوب مني اكون بظهر بمظهر نظيف، بذاكر دروسي، بحافظ على اوضتي نظيفة، بحافظ على بيتي نظيف، لكن مش مسؤوليتي دي وبس. مسؤوليتي كل حاجة اتوجد فيها تكون نظيفة. يعني مثلا الشارع اللي انا ساكنة فيه، مش مطلوب مني ان انا ارمي حاجة في الشارع مش نظيفة واقول الزبال هيجي يشيلها، او الراجل اللي بيكنس الشارع هو المسؤول يجي نظفها. لا يا ولاد، مفروض ان احنا البيئة بتاعتنا تكون نظيفة. المفروض ان انا مسؤولة عن اوضتي تكون نظيفة، والشارع بتاعي كمان يكون نظيف. مسؤوليتي ان انا كمان احافظ على دروسي. يعني لما اكون بذاكر لازم اتأكد كويس قوي ان انا بذاكر دروسي صح. لكن لو ربنا حط في قدامي ولد من زمايلي او بنت من زميلاتي مش فاهمة مسألة معينة وانا عارفة المسألة دي، اذا انا مسؤولة ان انا اشرح لها المسألة دي. وكتاب المقدس بيقول كده، انا مسؤول عن البنت دي. انا لو ما شرحت لهاش السؤال دوت وهي قدامي لازم اعرف ان دي خطية. أنا ربنا ما خلقنيش لوحدي، أنا خلقني في وسط مين؟ مجموعة. إدى لكل واحد فينا مسؤولية. أكبر مسؤولية يا أولاد بتقول المسيحي، بتقول عن المسيحي إنه لازم يقول للناس قد إيه يسوع ده حلو قوي. بنقول للناس قد إيه يسوع ده حلو إزاي؟ بتصرفاتنا، بكلامنا، بابتسامتنا الجميلة. إن إحنا كل ما نشوف حد نعمل إيه؟ نبتسم في وشه، مش نقشر في وشه. حاجات صغيرة قوي يا ولاد بس إحنا مسؤولين عنها. إحنا مسؤولين إن إحنا ننشر الخير في كل إيه؟ المجتمع اللي إحنا بنتواجد فيه. يعني لما أشوف مثلا حد بيزعق أو بيتكلم بطريقة وحشة، فود أنا راح أقول له إيه؟ إيه رأيك لو تعال اتوطي صوتك شوية عشان الصوت العالي ده مش حلو؟ أو لو شفت مثلا بنت بترمي حاجة في المدرسة في الحوش، أو ما أقول لها إيه؟ تعرفي باسكت الزبالة قريب قوي، تعالي إحنا الاتنين نحط كياس الشيبسي الفاضية بتاعتنا فين؟ في الباسكت. أو لما أشوف مثلا 2 بيتخانقوا وأنا في إيدي وفي مقدرتي إن أنا أحل المشكلة اللي في وسطيهم، يا ولاد دي مسؤوليتنا. بلاش نكون سلبيين، ما ينفعش أقول وأنا مالي، دي مش مسؤوليتي. كل مكان نتواجد فيه لازم أدور إيه يا رب اللي أنت عايزني أعمله عشان أمجد اسمك. افتكروا إن هي دي أهم وصايا ربنا مديها لينا كإيه؟ كأولاده. ترنيمة بتاعتنا اللي جاية بتقول إيه؟ أنا شفت بستان وبقيت سرحان في الورد والزهور من كل مكان وبكل الألوان، وسمعت العصافير بتقول ألحان، حتى الشمس كانت بتصبح على كل الكون، والنملة والنحلة مشغولة. ليه يا ولاد؟ كل دول بيسبحوا اسم الله. البستان الجميل ده جميل ليه؟ لأن كل حاجة فيه مرتبة ومنظمة. علشان أشوفه جميل بالمنظر ده لازم أنا كمان أكون مسؤولة إن أنا ما أقطفش الزهور، أكون مسؤولة إن أنا مرميش حاجة في الأرض، علشان البستان الجميل اللي ربنا خلقه ده يفضل إيه؟ يفضل نظيف. مسؤوليتي ومسؤولية كل ولد وبنت مسيحي إن إحنا في كل تصرفاتنا نكون إيه؟ من مجد اسم الله. تعالوا نسمع الترنيمة الحلوة دي سوا. أنا شفت بستان وبقيت سرحان في الورود والأزهار من كل الألوان، وسمعت العصافير بتقول الألحان، والشمس اشتركوا
حبايبي الحلوين، أتمنى تكونوا دلوقتي بتفكروا بطريقة مختلفة، وتكون نظرتكم للأمور كلها اختلفت، وتكونوا دلوقتي بتشعروا بمسؤولية كبيرة تجاه كل اللي حواليكم. كل واحد كده يفكر ويشوف، لو أنا اتحطيت مثلا في مجتمع معين أو في الفصل أو في الكنيسة أو في البيت، إزاي أقدر أساعد الناس اللي حواليا. كل واحد فينا مسؤول عن حاجة بطريقة ما. فكروا كده، لو أنا مثلا بنوتة صغيرة ودخلت المطبخ ولقيت مثلا كوبايات في الحوض مش نظيفة، أسيبها أقول دي مسؤولية ماما، ولا أحاول أن أنا أساعد ماما وأقول أنا كمان مسؤول عن البيت زي ماما، أنا كمان يوما ما هكون أم وعايزة أكون مسؤولة عن البيت بتاعي. الولد الصغير لما يشوف أي حاجة مش في مكانها مسؤول أن هو إيه؟ يرجعها في مكانها. كل ولد وبنت مسؤول عن تصرفاته الشخصية وعن التصرفات بتاعتنا في وسط المجتمع اللي بنتواجد فيه. من النهاردة أنا هفكر بطريقة مختلفة، مش هكون سلبية، مش هقول أنا مالي، دي مش بتاعتي، أنا مش مسؤولة. زي الست دي بالظبط يا أولاد، ما كانت نازلة تشتري شوز لابنها وشعرت بالمسؤولية تجاه الولد الفقير. احنا كمان لازم نشعر بالمسؤولية تجاه بعض، لأنه ربنا خلقنا كلنا أعضاء في جسد المسيح. أتمنى تكون الحدوتة عجبتكم وتطبيقها مش صعب، أنا واثقة أن أنتوا تعرفوا تطبقوا الحاجات دي كويس قوي، لأن أنتوا أولاد ربنا. أتمنى تكونوا انبسطتوا معانا النهاردة، وأشوفكم بكرة وحدوتة جديدة.